طيب الحقيقة كنت بقول لكم قبل مشهد الراجل الأهلاوي الطيب الجميل ده إنه مردود اللي الأهلي بيعمله والإنجازات اللي الأهلي بيعملها على كل الأصعدة وفي كل الدول، الناس حاسة بقيمة اللي بيحصل. في تونس المعلق التونسي الأستاذ حمدي المرزوقي بيتحدث في إذاعة الاي اف ام تي في التونسيه عن الاهلي والمشروع الكبير بتاع النادي الاهلي ومردود ده ايه؟ نشوف. وين النادي الاهلي وين وصل؟ البالي اللي وصل فيها النادي الاهلي، تفكير الرؤيه بتاعهم، مشاريعهم استراتيجيه. هنا تعرف اللي فما ناس بالحق واقفه، وقفه صحيحه للنادي هذايا. النادي الاهلي انا نعتبره يعني دوله في وسط دوله. دوله وحده في وسط دوله. القاعده الجماهيريه اللي عنده كبيره ياسر. الناس اللي قاعده يعني الديريجي في النادي الكبير هذا يعني ناس محترمه وناس عندها رؤيه وعندها مشاريع وناس بالحق تحب النادي الاهلي، الناس اللي تحب يعني تقدم بالنادي الاهلي بمستوى على جميع المستويات تحب تقدم بها، وهذا قاعدين نشوفوا فيها. نشوفوا في متي توا حاليا يعني النتائج نتاع الاهلي المصري هي اللي تخلي الشركات تجيها بالسيف عليهم بالسيف عليهم، والمستشارين يجيوها بالسيف عليهم، الالقاب تخليهم كلهم يجيوهم بالسيف ويطلبوا منها ويكونوا في متي مساهمين في الشيء. ومن بعد في الاخر انت تصور انت توا يعني محمود الخطيب توا حاليا الرؤيه نتاعو من بعد 25 سنه للنادي الاهلي، ما نحكيش على 25 سنه اللي هي النسبه اللي باش ياخذ فيها البورسنتاج الاهلي البورسنتاج هذيك قداش فلوس، يوزر من بعد 25 سنه شنو باش تكون الموارد النادي الاهلي؟ شو الناس قاعده وين تخمم؟ نحن في عامين ما نجمناش نخموا فيها، عامين باش نخموا يعني مستقبل جمعيه، تينا عامين حتى عام ما وصلناش باش نخموا مستقبل، اعطينا نحن انت ونهارك، اعطينا وقت نعيش اليوم وقتني غدوه. يعني باش يوريك هنا فما فرق ما بين الناس قاعده تفكر تخمم للنادي قدام تبدا تبني بساس باش توصل انت في يوم ما تعمل لك مشروع قرن. نحن فهمتني هذول نعملوا في مشاريع نتاع وحيد القرن. يعني بخفة دم يقول لك ناس بتخطط لمشروع القرن واحنا مشروع وحيد القرن. هو الفكرة كلها والله الناس دي بتلمس على نجاح النادي الاهلي بصدق، لان هم شايفين هم بره ما لهمش دعوه بالنفسانه بقى والخلافات والترصد قال لك محمود الخطيب يخطط ل 25 سنه للامام. طيب انت ليه مستغرب ان النادي الاهلي بيسبق بخطوه؟ طب اقول لك حاجه، في نهايه التسعينات والنادي الاهلي او في الالفيه الثانيه، في نهايه التسعينات وبدايه الالفيه الثانيه، ايوه، هو النادي الاهلي مش كان بيفكر ازاي يخصخص النادي ويعمل شركاته؟ كان حد فيه بيتكلم على ان ده ممكن؟ كان حد بيتكلم ان في تسويق رياضي في مصر؟ كان حد فكر يعمل اداره عشان يعمل شركات؟ ده الادهش انه بدا بشركه مساهمه، يعني الاهلي في 1907 بدا ده في البدايه لحد ما حولوا الانديه بعد كده قطاع أندية خاصة ذاتها نفع عاملة تستهدف الربح، جملة يعني تعطل أي استثمار. فكان لابد من الخروج من العباية دي. اللي عمل كده وقدر يقتحم هذه الصعوبة كان النادي الأهلي. أي. روحنا يا أستاذ إبراهيم مجلس الشعب، وروحنا وزارة الشباب، وقابلنا 6 وزراء، وصدرت قرارات، وخدنا موافقات اعتمادة مجلس الشعب عشان نقدر ننشئ شركة ثم شركات. ما كانش عمل بسيط، الناس لا ترى ما خلف الامور ولكن ترى نتائجها. ايوه. ما خلف الامور امور لو اتحكت قبليها هيقول لك يا عم لا يمكن هيحصل. وانت بتنشئ مجله الاهلي في وقت ممنوع الظرف فيه مجلات، مين كان يقول لك ان نادي يعمل مجله تجاريه وتستمر لحد النهارده؟ كانت بتكسب من التوزيع مش من الاعلانات. أيوة. يعني فيهاش اعلانات وبتكسب. ايوه. بقوه جماهيرها ولا اقول لك الجمهور. ايوه. النادي الاهلي تملي باصص قدام يعمل حلم يبدو مستحيلا او صعبا ويحققه. ايوه. هكذا النهارده الكابتن الخطيب في وسط الصعوبات الجامه التي والتحديات الكبيره جدا، لان دلوقتي المنافسه بقت صعبه، الاعلام بقى اكثر يعني حصارا للانديه، والصراع السبق الصحفي والمعلومه، الشوشره المستمره
الحقيقه تايهه في وسط كم من الاشاعات رهيب جدا. وبعدين يجي كابتن الخطيب يقول لك المشروع ده ويقول لك عارفين هنموله ازاي من غير ما حمل النادي الاهلي وجماهيرنا والعمق والبعد، يبقى يقتضي الامر ايه؟ ان احنا نبص الامور بواقعيه ونتحمل بعض، لانه هيحصل. خدنا الخطوه، خدنا الخطوه، هيحصل باذن الله. ودي اصعب حاجه، انك انت بتعبد الطريق للتنفيذ. فالنادي الاهلي اهو الراجل الاستاذ حمدي المرزوقي ابتدى يعدد ايه الفوارق بين النادي الاهلي، انه مش مستني زي ما بيقولوا ايه فروم هاند تو ماوث. عشنا الفتره دي يوم بيوم، نصرف يوم بيوم، ولكن احنا قررنا اختراق هذا الحصار ورحنا لابعد من هذا، وبدأ في موضوع الرعايه والرعاه وكرست الشروط والباقات اللي تطرح عشان تاخد عليها اعلانات وتطوير الباقات. شوف العمل اللي على صور النادي الاهلي في الشيخ زايد، تعرف صور اللي هو ممتد ده هيبقى قيمه اعلانيه عامله ازاي؟ ايه الناس بتفكر تجيب فلوس ازاي كل يوم؟ طيب